على اتفاق المصالحة كانت هناك الكثير من التهديدات الإسرائيلية، وصلت لحد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خير الرئيس الفلسطيني بين اتفاق المصالحة وبين إتمام مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية. في تقديرك أنت، كيف تنظر إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وكيف تنظر إلى التهديدات الإسرائيلية من جانب آخر؟ بداية تحياتي لحضرتك ولضيف الكريم وللسادة المشاهدين. طبعا الانقسام يخدم في الدرجة الأولى الجانب الإسرائيلي ويرسخ من فكرة الفصل بين الضفة وغزة، بمعنى ألا تقام دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل، وأن يكون هناك ما هو شبه الحكم الذاتي أو انضمام. هذا هو كان المخطط الإسرائيلي، أن تنضم غزة إلى مصر وأن تقوم الأردن بتحكم في الدولة مع الضفة، ومش في حاجة اسمها دولة فلسطينية. هذه واحدة. الثانية، المصالحة تمت لأننا في ظروف غاية في الصعوبة، متأزمة جدا. حماس وافقت على المصالحة لأن وضعها العربي والدولي أصبح سيئا للغاية، وأعتقد حركة حماس لو كانت في قوتها التي كانت منذ 3 أو 4 أعوام ما وافقت على هذه المصالحة، لكن المهم ان هي وافقت ونحمد الله على هذا. من ناحية اخرى، هذه المصالحة هي ثمرة ونتاج عمل فريق عمل الوزير عمر سليمان الله يرحمه، والوزير مراد موافي، والوزير الحالي رئيس المقررات العامة محمد فريد تهاني. اخيرا، النقطة اللي حضرتك سألت عنها وتتعلق بالموقف الاسرائيلي. الموقف الاسرائيلي يرى ان الوضع الحالي هو وضع نموذجي بالنسبة له، ويستغل هذا الوضع، وضع الانقسام الفلسطيني والضعف العربي، في الحصول على مزيد من الاستيطان واكل الارض الفلسطينيه، ووضع العالم العربي والفلسطينيين بصفه خاصه امام مشهد ثابت لا يصعب تغييره فيما بعد. فبالتالي اسرائيل ترى ان المصالحه لا تخدم هذا التوجه الذي يفيدها بزياده الاراضي التي تستولى عليها. من ناحيه اخرى، الانقسام الفلسطيني واستمراره هو كان هدف إسرائيلي أساسي، وأعتقد إسرائيل كان لها دور كبير. أخيرا، أعتقد أن الأسرة الفلسطينية فاقت، وأرجو أن يكون هذا الفوقان ليس تكتيكا لكنه استراتيجية، ويستمر ويتواصل لخدمة الصالح الفلسطيني وخدمة القضية الفلسطينية بهدف إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، مع معالجة المشاكل العادية تتعلق بعودة اللاجئين والحدود وما إلى ذلك. دكتور، يعني القيادة الفلسطينية بتؤكد أنها بتدرس كل الخيارات المتعلقة بالرد على قرار إسرائيل بوقف التفاوض مع الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بمفاوضات السلام. في تقديرك أنت، ما هي الخيارات المتاحة أمام فلسطين في هذا الاتجاه؟ طبعا هو في خيارين. الخيار الاولاني وكان مطروح، له حل السلطه الفلسطينيه ووضع اسرائيل امام العالم كله على انها مسؤوله عن الضفه وغزه، لكن اعتقد من سيعاني في هذا الخيار هو الشعب الفلسطيني نفسه، وخطه ليست سهله. الخيار الثاني هو استمرار الجهود الدبلوماسيه التي يقوم بها السلطه الفلسطينيه في الانضمام الى المؤسسات الدوليه، وعمل نشاط دبلوماسي عالي جدا على مستوى العالم، بحيث نضع اسرائيل فعلا امام الراي العام العالمي انها دوله لا تحب السلام ولا تريد السلام، وكل هدفها الوصول الى مزيد من الاراضي الفلسطينيه ومزيد من معاناه الشعب الفلسطيني. النقطه الثانيه، اعتقد ان هناك جهد من الممكن ان يبذل تجاه اسرائيل فيما يتعلق بحقوق المظاهرات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الانسان في شأن الانتهاكات الإسرائيلية. ثالثا، المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، أعتقد بريطانيا كانت لها دور رائد في هذا الأمر، وأعتقد أنه لو تم مواصلة هذا كل صالح القضية الفلسطينية والقضية العربية. دكتور منصور، في ضوء المشهد الحالي والتاريخ المعروف بين حركتي فتح وحماس، هل تتوقع أنت إتمام المصالحة بشكل حقيقي نظرا لحجم التحديات المطروحة، أم أنه قد يكون أو يمكن أن يكون اتفاق كالاتفاقات السابقة؟ أنا أعتقد في وضع الظروف الحالية، أولا أنا لا أشك على الإطلاق أن أبو مازن والسلطة الفلسطينية تريد المصالحة. تمام. هذا أمر. من ناحية أخرى، الأمر متعلق أكثر بحركة حماس وسلوكها العام بشأن هذه القضية. ثالثا، أنه الوضع في مصر
اعتقد هيكون مؤثر جدا على هذه المساله، بمعنى انه اذا استقرت مصر وعادت الدوله المصريه القويه مره اخرى، اعتقد ده سيكون له تاثير كبير سواء على الوحده الفلسطينيه او على الموقف الاسرائيلي وتفكير اسرائيل جيدا قبل ان تتخذ اي خطوه تجاه القضيه الفلسطينيه. أشكرك جدا دكتور منصور عبد الوهاب المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا. دكتور ثابت، يعني المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أكد على الاستمرار في الدخول في الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. هذا الأمر أزعج الجانب الإسرائيلي بشكل أو بآخر عندما أثير قبل أيام، يعني أهمية هذا الاتجاه. الخبرة التاريخية للمفاوض الفلسطيني التي استمرت لأكثر من 20 عاما أوجدت لديه نوع من الخبرة، وبالتالي أصبح يدير الصراع الموجود الآن مع إسرائيل بأكثر من اتجاه ويريد أن يلعب بكل الأوراق. قضية الإعلان عن حل السلطة الفلسطينية أحد الأوراق، قضية الذهاب إلى الأمم المتحدة وإعلان الدولة الفلسطينية قاعدة مراقب كانت أحد أهم. والحقيقة يمكن حل السلطة الفلسطينية محتاج لمزيد من التحليل يا دكتور، يعني نعم كيف يمكن أن يكون هذا الأمر وتأثيره على الجانب الإسرائيلي؟ ليس بالضرورة كل ما تقوله أن تذهب إليه، هناك بالونات اختبار أنت تلقيها وترى ردة الفعل الإسرائيلية. ثم عملية الرد أو الفعل الفلسطيني هو رد على التعنت الإسرائيلي في عملية السلام. فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، وسائل الإعلام الأمريكية حذرت الجانب الإسرائيلي اليوم في الكثير من المقالات التحليلية بأنها لابد أن تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، على اعتبار أنها قد لا تجد هذه الفرصة سانحة مرة أخرى مع أبو مازن. طيب يعني رغم ما قالته المقالات الأمريكية، أنا أقول لك أن مجلس السلام الإسرائيلي اليوم وخبراء إسرائيليين وجنرالات إسرائيليين حذروا نتنياهو وحذروا رئيس الأركان وحذروا وزير الدفاع من أن الأمور تغلي، وأنه نحن نتجه إلى مرحلة عنف، وإذا ظل المشهد على ما هو عليه وظل هذا التعنت الإسرائيلي في حالة الغليان الفلسطيني الموجودة في غزة وحالة الغليان الموجودة في الضفة في التحديات الموجودة في المنطقة بشكل عام في المنطقة بشكل عام، لا هم يتحدثون عن المشهد داخل فلسطين. تمام. هناك حراك في الضفة الغربية من الممارسات الإسرائيلية التي تدخل إلى مناطق السلطة الفلسطينية وتغتال فلسطينيين وتغتال ناشطين أو تعتقل أو تقوم بهدم بيوت أو تقوم بعملية تهويد. فبالتالي المشهد في الضفة الغربية وفي غزة، بالمناسبة إسرائيل فكرت أكثر من مرة في عملية عسكرية ضد غزة وتخشى نتائج هذه العملية لأنها لا تعلم ما الذي موجود، ما هو الموجود في قطاع غزة، وإذا حدثت انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية ستكون إسرائيل أمام تحديات كبيرة جدا، وهذا ما لا تريد إسرائيل. وهذا يمكن أنا كان عندي مداخلة فيما يتعلق بالنقطة دي تحديدا، إذا تمت اتفاق المصالحة يعني أخذ خطوات إيجابية، يعني في تقديرك أنت هل تقدم إسرائيل على عملية عسكرية على قطاع غزة مرة ثانية بشكل أو بآخر؟ يعني هناك تحديات أو تهديدات إسرائيلية في هذا الاتجاه في تقديرك أنت قد يكون؟ هذا الموضوع بالذات ندرس جميع الخيارات المتاحة. صحيح. لا يختلف الفلسطينيون إلا عندما يلقون السلاح. وأحد أهم أسباب التي أدت إلى الانقسام وأدت إلى المشكلات الفلسطينية لم تكن هناك عملية اشتباك مع الجانب الإسرائيلي. صحيح. وبالتالي إذا حدثت أي عملية عسكرية قد تكون له نتائج إيجابية على المشهد الفلسطيني، وسيتفق الفلسطينيون وهذا سيسرع في عملية المصالحة وسيوحد الصف الفلسطيني، وسنجد مقاتلين من فتح ومقاتلين من حماس ومقاتلين من الجهاد ومقاتلين من الجبهة الشعبية في خندق واحد، لأنه العدو يوحد الهدف. بالضبط. ثم إسرائيل تخشى، لا تعلم ما في جعبة غزة. غزة خرجت من الحسابات الإسرائيلية ومن الاستخبارات الإسرائيلية منذ عام 2005 بعدما انسحبت الانسحاب الأحادي الجانب في صيف 2005. وبالتالي لنفترض، وهذا سيناريو متاح وسيناريو موجود، أنه ربما تقوم إسرائيل بعملية عسكرية. إسرائيل شنت خلال العام 2008 من 2009 إلى 2012 عمليتين، وعملية 2009 أو الحرب على غزة كانت عملية موسعة جدا، وتفاجأت إسرائيل من حجم الرد الفلسطيني. ثم في 2012 قامت بعدوان إسرائيل، وهي التي استجدت بالمناسبة التهدئة، وهي التي اتصلت بالمصريين وقالت يجب أن تكون هناك تهدئة، وبعض الفصائل الفلسطينية كان موقفها أنه لا يمكن البدء في تنفيذ أو الحدوث عن تهدئة قبل أن توقف إسرائيل عن اغتيال أو اجتياح قطاع غزة. فهذا أمر مهم جدا، يجب أن نقرأ المشهد الإسرائيلي، هو مشهد ربما يذهب إلى عملية عسكرية ضد غزة. طيب خلينا يعني يكون في نوع من التوقع للمستقبل، مستقبل اتفاق المصالحة كيف ترى أنت؟ يعني في الأيام القادمة ما تتوقعه؟
هل بالفعل تنقذ الحكومة في غضون الفترة المحددة ويكون هناك شكل مختلف لتصريحات فلسطينية جديدة متعلقة بالرئيس الفلسطيني أو متعلقة برئيس الحكومة الجديد؟ نحن كفلسطينيين لا نمتلك إلا التفاؤل ويجب أن نتفاعل. أنت كمحلل سياسي يعني من واقع ما تشهده في هذه المرة، كمحلل سياسي وكأحد مواطنين الشعب الفلسطيني وكأحد المهتمين بهذا الموضوع، أنا يعني الملاحظة الوحيدة هي طول مدة الخمسة أسابيع. ليه يعني وهذا الأمر مطروح يعني؟ هذا أمر مطروح له وما عليه. الذين يقولون نذهب إلى خمسة أسابيع يريدون قراءة المشهد الإقليمي، ويريدون ما قد تسفر عنها الانتخابات الرئاسية في مصر. صحيح. ويريدون قراءة ردود الفعل. ويريدون لأنه ربما يأتي رئيس حكومة تعترض عليه حماس، تعترض عليه فتح، ربما يأتي وزير تعترض عليه حماس، تعترض عليه فتح، والمشهد لا يتعلق فقط بحماس وفتح. ربما تعترض الولايات المتحدة الأمريكية على أحد الوزراء. ربما يتم اعتراض على أحد الأسماء المرشحة. هذا جانب. سيدي، والأساس في تشكيل الحكومة هو اسم رئيس الحكومة وليس الوزراء بالتحديد. الحكومة التي ستأتي ستأتي ببرنامج الرئيس محمود عباس. لكن قلت لك هناك جانبين. أنا لست مع جانب الذهاب إلى خمسة أسابيع. كان مفترض الشروع فورا في الإعلان عن أسماء، يعني يكفي أسبوع أو يكفي أسبوعين أو يكفي ثلاثة أسابيع. لماذا الذهاب إلى خمسة أسابيع؟ وبالمناسبة هذه ربما أحد الرهانات أو أحد الافتراضات التي يعول عليها المتشائمون في موضوع المصالح، بأنه الذهاب إلى خمسة أسابيع مدة طويلة جدا. لماذا لا نشرع الآن وحالا في إعلان الأسماء وفي الموافقة على الحكومة، حكومة التكنوقراط أو الحكومة التي يختارها الرئيس محمود عباس؟ طيب، نقطة أخيرة، يعني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اتفاق المصالحة رأى الكثيرين أن هناك نبرة مختلفة فيما يتعلق بالتصريحات التي تأتي من حركة حماس، وكأنها توافق على أن تكون كل القرارات الفوقية من الجانب الإسرائيلي تأتي من الجانب الفلسطيني، تأتي من الرئيس أبو مازن. هل تتفق معي في هذا الاتجاه وأن هذه التصريحات ربما تحمل نبرة مختلفة من حركة حماس؟ نحن لا نقيم المواقف على النبرات ولا ندخل في النوايا. نقيم المواقف ونحللها بما هو متاح وبما هو ممكن وبما هو موجود وما يطبق على لا نحاسب حماس على مواقفها وعلى نبرة صوتها وعلى نواياها، ولا نحاسب الرئيس عباس على نبرة صوته ولا، ولكن هناك دلائل بأن هناك نية صادقة ونية موضوعية، حتى صادقة ليست تعليلا موضوعيا لأنه لا نعلم معيار الصدق. صحيح. نعم. فهناك لا، هناك جهود، هناك حضور الشخصيات التي حضرت والشخصيات التي وقعت والشخصيات التي باركت والشخصيات التي حضرت ببصر إلى غزة، وكما أشرت حضرتك في بداية هذا اللقاء بأن هناك قيادات من حماس من الداخل ومن الخارج ومن هنا ومن هنا وقعت على اتفاق المصالحة. لا أعتقد أنه النوايا صادقة، وإن كنا لم نقيم بالنوايا ونبرة الأصوات والحضور، هذه أمور شخصية تحدث، ولكن الاتجاه العام لا، اتجاه مصالحة. يعني هناك نوع صحيح فيما ذهبت إليه ما يتعلق بالشرعية، وأن الرئيس عباس، نعم حماس وافقت بأن عباس يتكلم. صحيح. بكل شيء، وهذه خطوة مفروضة وواجبة ولازمة في عملية أي مفاوضات، حتى وإن كانت مفاوضات بين الطرفين الفلسطينيين، لأنه إنهاء الانقسام كان عبارة عن موضوع مفاوضات وموضوع خيارات وموضوع تنازلات لكل من الطرفين. لأنه إذا سنتوقف عند أنه نحن نأخذ وزارة الخارجية وأنتم تأخذوا وزارة الداخلية وهذا يأخذ وزارة الإعلام وهؤلاء يأخذوا، لن نتفق. وبالتالي الجديد الذي نحكم عليه في النبرة أن هناك إلقاء بالكرة في ملعب الرئيس محمود عباس. تفضل. شكرا. هذا ما أردت أن أوضحه مع سيادتك. يعني شيء أخير، كيف تقرأ أنت تصريحات الرئيس الفلسطيني فيما يتعلق بالمحرقة النازية والانتقادات التي وجهت في هذا الإطار من رئيس الوزراء نتنياهو؟ كثير من السياسيين الفلسطينيين يقولون كلام على الإعلام وكلام كسياسيين وكمناصب، ولكن لهم قناعاتهم الشخصية. صحيح. الرئيس محمود عباس قال فيما يتعلق موضوع الهولوكوست ربما موقف سياسي، وبالمناسبة هو أحدث إرباك لنتنياهو، لأن هناك إسرائيليين احتجوا بما قاله الرئيس هو نفسه عباس. نتنياهو. نعم. ونتنياهو نفسه اعترض على هذه التصريحات. بالضبط. بالضبط. وإن كان بعض الفلسطينيين يحتجون بأن ما قامت به إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني طوال 60 عاما هو أكثر أبشع من الهولوكوست في حد ذاته. سعيد بلقاء سيادتك، بشكرك جدا. الدكتور ثابت العمور الكاتب والباحث الفلسطيني شرفتنا في الاستوديو، أشكرك جدا على كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا. وأنتم مشاهدين الكرام لكم منا كل التقدير، وحتى نلتقي في مشهد جديد، شكرا لكم وإلى اللقاء.